باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً. ومع روحك أيضاً. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، قبل 40 يوم احتفلنا بعيد الميلاد بفرح كبير، والآن وفي هذا اليوم الذي قربت فيه مريم ويوسف يسوع في الهيكل، جاء يسوع إلى هيكله لا ليؤدي ما تفرضه الشريعة فحسب، بل ليلاقي شعبه المؤمن. فإن شيخين جليلين هما سمعان وحنا جاءا إلى الهيكل آنذاك ووحيا من الروح القدس، وعرفا الرب وشهد له في سرور وابتهاج. ونحن الذين جمعنا الروح القدس لنخرج إلى بيت الرب لملاقاة المسيح، فنجده ونعرفه عند كسر الخبز إلى أن يأتي في المجد والجلال. لنصلي. اللهم النور الحق ومصدر النور وناشره، أفض ضياء النور الأزلي على جماعة المؤمنين الذين اجتمعوا اليوم في هيكلك المقدس. أنعم عليهم وقد ازدانوا ببهاء هذه الشموع الساطعة بأن يبلغوا نور المجد الخالد الذي لا انقضاء له. آمنين بالمسيح ربنا. آمين. الشموع تذكرنا بأن يسوع هو نور العالم، نور الأمم. لنندم الآن على خطايانا، لأننا بالخطيئة نعيش في الظلمة ونبتعد عن نور المسيح. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية.
المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام للناس الذين بهم المسرة سبحك وباركك نسجد لك نمجدك نشكرك من أجل عظيم مجدك أيها الرب الإله الذي في السماوي الإله الآب القادر على كل شيء أيها الرب الوحيد يسوع المسيح أيها الرب الإله يا حمل الله وابن الآب يا حامل خطايا العالم ارحمنا يا حامل خطايا العالم اقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين الآب ارحمنا يا مكره أنت وحدك القدوس أنت وحدك الرب أنت وحدك العلي يا يسوع المسيح مع الروح القدس في مجد الله الآب آمين. لنصلي. أيها الإله الأزلي القدير، خرجنا اليوم لنذكر تقريب ابنك الوحيد المتجسد في الهيكل، فلنمثل نحن أيضاً بين يدي عزتك وجلالك، والنفوس منا نقية صافية بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من نبوءة ملاخي. ها أنا ذا مرسل الملاكي فيهيئ الطريق أمامي وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي تلتبسونه وملاك العهد الذي ترتضون به. ها إنه آت قال رب الجنود فمن يحتمل يوم مجيئه ومن يقوم عند ظهوره فإنه مثل نار الممحص وكأشنان القصارين فيجلس ممحصا ومنقيا الفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة فيكونون للرب مقربين تقدمة بالبر وتكون تقدمة يهوذا وأورشليم ماضية للرب كأيام الدهر وكالسنين القديمة. كلام الرب. المزمور الردة. من ذا ملك المجد الرب والعزيز الجبار؟ من ذا ملك المجد الرب العزيز الجبار؟ ارفعي أيتها الأبواب رؤوسك وارتفعي أيتها المداخل الأبدية وليدخل ملك المجد. من ذا ملك المجد الرب العزيز الجبار الرب الجبار في القتال؟ ارفعي أيتها الأبواب رؤوسك وارتفعي أيتها المداخل الأبدية وليدخل ملك المجد. من ذا ملك المجد الرب العزيز الجبار؟ من ذا ملك المجد رب القوات هو ملك المجد. من ذا ملك المجد الرب العزيز الجبار؟ القراءة الثانية قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. لما كان الأبناء شركاء في الدم واللحم شاركهم يسوع أيضاً فيهما مشاركة تامة ليقضي بموته على ذاك الذي يقدر أن يميت، أعني به إبليس، ويحرر الذين ظلوا طوال حياتهم في العبودية مخافة الموت، فإنه لم يقم لنصرة الملائكة بل قام لنصرة نسل إبراهيم، فحق عليه أن يكون مشابها لإخوته في كل شيء ليكون حبلا رحيما مؤتانا عند الله فيكفر خطايا الشعب، لأن العذاب الذي ابتلي به يمكنه من إغاثة المبتلين. كلام الرب. الشكر لله.
وتجلى للأمم ومجد لشعبك. هللويا الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. لما حان يوم طهور أبوي يسوع بحسب شريعة موسى، صعدا به إلى أورشليم ليقرباه للرب كما كتب في شريعة الرب من أن كل بكر ذكر ينذر للرب، وليقربا كما ورد في شريعة الرب زوجي يمام أو فرخي حمام. وكان في أورشليم رجل بار تقي اسمه سمعان ينتظر الفرج لإسرائيل، والروح القدس نازل عليه. وكان الروح القدس قد أوحى إليه أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين مسيح الرب، فأتى الهيكل بدافع من الروح. ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليؤديا عنه ما تفرضه الشريعة، حمله على ذراعيه وبارك الله فقال: الآن تطلق يا سيد عبدك بسلام وفقا لقولك، فقد رأت عيناي خلاصك الذي أعددته في سبيل الشعوب كلها نورا يتجلى للوثنيين ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان أبوه وأمه يعجبان مما يقال فيه، وباركهما سمعان. ثم قال لمريم أمه: ها إنه جعل لسقوط كثير من الناس وقيام كثير منهم في إسرائيل، وآية معرضة للرفض، وأنت سينفذ سيف في نفسك لتنكشف الأفكار عن قلوب كثيرة. وكانت هناك نبية هي حنة ابنة فانوئيل من سبط آشر، طاعنة في السن، عاشت مع زوجها 7 سنوات ثم بقيت أرملة، فبلغت 84 من عمرها لا تفارق الهيكل، متعبدة بالصوم والصلاة ليل نهار. فحضرت في تلك الساعة وأخذت تحمد الله وتحدث بأمر الطفل كل من كان ينتظر افتداء أورشليم. ولما أتما جميع ما تفرضه شريعة الرب رجعا إلى الجليل إلى مدينتهما الناصرة. وكان الطفل يترعرع ويشتد ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. كل عام والجميع بخير. جميل جدا انه الكنيسه اليوم تكون ملانه في عيد تقدمه الرب الى الهيكل كما لو كان يوم احد. الكلمه راح تكون قصيره لانه راح نسمع لكلمات احبائنا الصغار، لكن لابد من عظه قصيره كي نعطي معنى هذا العيد. في افعال خاصه بالله في علاقته معنا، وفي أفعال خاصة بالإنسان في علاقته مع الرب. من الأفعال الخاصة بالرب، يعني هو الفاعل فيها دائما في علاقته معنا، فعل خلقه
الله وحده يخلق، غفر خلص، شفى غفر. وفي أفعال خاصة بالإنسان في علاقته مع الرب، مثلا صلى، ندم، مجد. وفي اليوم فعل اللي ترجية بتركز عليه وهو فعل قرب، اللي منه أجت كلمة قربان. كلمة قربان تأتي من فعل قرب. في الإنجيل إذا سمعتم منيح، لماذا صعد يوسف ومريم إلى أورشليم؟ ليقربا الطفل لله، ليقربا الطفل لله، كما تطلب الشريعة الموسوية في اليوم الأربعين بعد ولادته. ما معنى فعل قرب؟ فعل قرب نحن نقدم للرب ما هو له، ما سبق وأعطانا نقول له شكراً، ما أعطيتني هو لك. هذا يذكرنا بما تقوله الليتورجية، مما هو لك نقرب لك ما هو لك. الله هو دائماً البادئ، هو الذي يعطي، ونحن نقدم له مما وهبنا إياه. إيش أجمل شيء ربنا أعطاه للعائلة؟ بدون تأكيد هبة الأولاد، لأننا عندما يلد طفل نفرح كثيراً، لأننا نعتبر ولادة الطفل حدثاً مهماً وهبة عظيمة من الله. وكما قرب يوسف ومريم طفلهما إلى الرب في اليوم الأربعين، يحسن بنا نحن أيضاً على الأقل مرة بالسنة بشكل رسمي وكل يوم نقرب أبناءنا لله. هم ملك له، ليسوا ملكاً لنا. أبناؤنا أمانة في أعناقنا، علينا أن نؤدي حساباً عما فعلناه عن كيفية تربيتنا لهم. على الأقل اليوم نحن نعترف بأن هؤلاء الصغار الذين هم هبة منه هم لله، ونقدمهم لله، أي نعترف بأن الله هو الواهب والمعطي، وعليهم أن ينمو في السن والحكمة والفهم وفقاً لإرادة الرب كما عبر عنها في الإنجيل. نتواصل الآن مع الليتورجية لكي يتكلم هؤلاء الصغار ويصلوا، فنصغي جيداً لما سيقولونه لنا. تفضل سيدنا. إحنا الكبار متعودين إنه إحنا نحكي والصغار يسمعونا. تفضل سيدنا. واليوم بدنا نعطي مجال للصغار إنه يحكوا، وما ننسى إنه ما زال في طفل بولد في الدنيا لسه فيها خير الدنيا. إلى أحلى بابا وأحلى ماما في الدنيا، أنتو أجمل ما عندي في الدنيا، أنتو أحسن ما أعطاني يسوع في الدنيا، أنتو كل إشي إلي في الدنيا، أنتو جبتوني لهاي الدنيا، طعمتوني ولبستوني وعلمتوني، وبتسهروا ليل نهار علي لأنكم بتحبوني. واليوم باسمي باسم كل الأطفال بدي أحكي لكم شكراً، بدي أبوس إيدكم وجبينكم لأنكم كبار، بدنا إياكم دايماً كبار، كبار في حبكم، كبار في عطائكم، وكبار في عيون الكبار، وكبار في عيون الصغار، خصوصاً بعيون يسوع اللي بحب كل الأطفال. ويا بابا ويا ماما، واليوم بعيد تقدمة يسوع إلى الهيكل إحنا كتير مبسوطين،
إنكم معنا ببيت يسوع، بس يسوع شوي عتبان عليكم، من زمان ما شافنا ببيته مع بعض. طيب ليش مش يسوع أعطاكم الحياة والصحة، أعطاكم نعمة الحركة والمشي؟ طيب ليش ما بتجيبونا لبيت يسوع حتى نشكر من يسوع ونطلب من يسوع؟ فيا بابا ويا ماما برجوك إنكم ما تحرمونا من يسوع ولا من بيت يسوع، إحنا وإنتو بحاجة ليسوع وبركة يسوع. ويا يسوع برجوك إنك تسامح البابا والماما عن كل مرة ما جابونا لبيتك، ومنوعدك باسم البابا والماما إنه دائماً نيجي لبيتك، لأنه إحنا بنحبك كتير وبنعرف إنه أنت بتحبنا كتير. أنت يا يسوع بارك البابا والماما، أخواني وإخواتي ورعيتي والمطران وأبونا أنطون. لنقف جميعا لنعلن إيماننا المسيحي. نؤمن بإله واحد، آب رابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد قوة الروح القدس، ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس المنطي وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم يدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء يمكنه، الرب المحيي المنبثق من الآب والإبن، الذي هو مع الآب والإبن يسجد له ويمجد، الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف معمودية واحدة بمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. يا رب بارك البابا والماما وما تحرمنا منهم، وأعطيهم الصحة حتى يديروا بالهم علينا ويجيبونا دائما على الكنيسة إلى الرب نطلب. استجب يا لنصلي من أجل أطفال العالم الذين يعيشون بالخوف واليأس بسبب الحروب والتهجير، وهم محرومون من أدنى حقوقهم في حياة كريمة، كي يعطيهم الرب القوة والصبر لتحمل صبان الحياة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. يا يسوع أرجوك ما تحرم كل أم وأب من نعمة الأطفال، إلى الرب نطلب. استجب يا رب.
يا يسوع اجعلنا نكبر على صورتك ومثالك بالحكمة والنعمة والقوة والإرادة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل أمنا مريم العذراء شفيعة رعيتنا وسيدة الشبيبة، ونرفع لها أيدينا في هذا اليوم طالبين منها أن لا تتركنا نضيح في طريق الظلمات. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل السلام في العالم أجمع، لكي تسود المحبة بين الناس ويعود الخاطئون إلى درب الحق. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل رؤساء الكنيسة، قداسة البابا وجمع الأساقفة، وخاصة من أجل كاهن رعيتنا أبونا أنطون ومرشد الشبيبة أبونا أخوان، حامل رسالتك بأمانة. امنحهم يا رب النعمة والحكمة في مسيرتهم فيستمروا في رسالتهم المقدسة. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل أبناء الشبيبة في كل مكان ليحملوا نور المسيح ويكونوا شهودنا أمناء على رسالتهم بأعمالهم الصالحة، فيعرفهم الناس ويمجد أباهم الذي في السماوات. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. لنصلي من أجل جميع المرضى في العالم لكي يعطيهم الرب القوة والصبر لتحمل ألامهم ويشفيهم ويجعل لكل داء دواء. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه، واثقين بالمسيح ربنا. الخبز. هذا الخبز الأبيض الذي ترفعه الكنيسة هو من ثمار بلادنا التي قدستها يا يسوع بميلادك وحياتك فيها. نقدمها لك شكراً وعرفاناً على سر المحبة الذي وضعته لنا غذاء لنفوسنا الجائعة، فاقبله يا رب وبارك. الخمر والماء يرمزان إلى وحدتنا واتحادنا بك يا من تنازلت وشاركتنا بطبيعتنا الإنسانية، اجعلها قوة لضعفنا وقلعة تتحطم عليها سهام الخطيئة، فاقبله يا رب وبارك. الصليب. أحبك أيها الصليب، أحبك إذا علق عليك يسوع، أحبك لأني بك أرتفع عن شرور هذا العالم، ويبقى قلبي الصغير معلقاً بك مدى الأيام، فاقبله يا رب وبارك.
الزيت. ارحمنا برحمتك يا رب، واغسلنا بهذا الزيت من آثامنا، وطهرنا، فأنت المصباح الذي يضيء ضمائرنا وقلوبنا بالمحبة الإلهية، فاقبله يا رب وبارك. الكتاب المقدس، نقدم لك يا رب ما قدمته لنا ودعوتنا من خلاله إلى الحياة الأبدية. اجعلنا يا رب نسمع همسات حبك، فلك يليق المجد، فاقبله يا رب وبارك. الشموع، يا من أردتنا أن نكون نوراً للعالم، أجعل منا شموع منيرة تنير طريق الآخرين لكي يسعوا إليك واكتشفوك، فاقبله يا رب وبارك. الزهور، الزهور، لتكن يا رب نفوسنا كالزرابق راصعة البياض طاهرة عابرة بالحب، وحياتنا باقة ذات رائحة طيبة، نقدمها لك فاقبله يا رب وبارك. البخور، نقدم لك يا رب هذا البخور كما قد قدموه لك المجوس في ميلادك، دلالة على أنك ابن الله، فاجعل يا رب صلاتنا تستقيم كالبخور أمامك، فاقبله يا رب وبارك. شعار الشبيبة، نقدم لك يا رب شعار شبيبتنا، أنا الكرمة وأنتم الأغصان، أجعلنا يا رب أغصانا مثمرة في شبيبتنا لنكون أبناء صالحين لك نافعين، نثمر ثمرا كثيرا سالكين في طريق النور والإيمان، فاقبله يا رب وبارك. كؤوس الميداليات، نقدم لك يا رب جميع إنجازاتنا ونجاحاتنا لكي تباركها وتجعلنا نسعى للمزيد من الخدمة والعطاء، فاقبلها يا رب. والآن رح يتقدم أب رجل وامرأة، زوج وزوجة مع طفلهم، ونرجو من الجميع أنه ييجوا خلفهم. ليه؟ لأنه بدهم يقدموا الأطفال ويحلفوا باسم جميع الأطفال على الإنجيل أنه يعملوا جهدهم أنه يحافظوا على شعلة الإيمان في قبول في قلوب أطفالهم. تقدمة الطفل، نقدم لك يا طفل المغارة أنفسنا وقلوبنا وأطفالنا علامة على حبنا لك، فاجعل قلوب جميع المؤمنين ناصعة طاهرة مثل قلب هذا الطفل، فاقبله يا رب وباركه. والآن نرجو من الجميع القيام، ونرجو من كل أب وأم أن يأتي إلى وسط الكنيسة خلف
كل أب وأم مع أطفاله تعملوا معروف حتى يبارككم سيدنا المطران كما بارك سمعان الشيخ الطفل الإلهي وهو بين يدي القديس يوسف وأمه أمنا مريم البتول. نرجو من جميع الآباء والأمهات كلنا بدنا نيجي بوسط الكنيسة. والآن سيقوم الأهل بوضع أيديهم على الإنجيل المقدس ليحلفوا باسم الجميع أمام الله وهيكل الله أن يحافظوا على الإيمان في قلب أطفالهم. سيدنا يا رب باسم جميع الآباء والأمهات في هذه الرعية نقدم لك أطفالنا ونحن نشكرك على نعمة الأبوة التي منحتنا إياها. بارك هؤلاء الأطفال، أعطهم الصحة والقوة والبركة وكن معهم في درب حياتهم، وساعدنا أن نكون آباء وأمهات قديسين نعطي المثل الصالح بحياتنا لأطفالنا. آمين. والآن نطلب من جميع أن يتوجهوا إلى هيكل الله بعد أن يعطي سيدنا المطران البركة. تعطي رجال أيها الرب يسوع، أنت يا من تجسدت في أحشاء الأم البتول وأصبحت طفلا في الزمان كسائر الأطفال وعشت على أرضنا لتقدسنا وتقدس نفوسنا، نسألك أن تبارك هؤلاء الأطفال وتبارك أهلهم وذويهم، أعطهم الصحة والعافية طول أيام حياتهم، كن لهم الملجأ والقوة والحصن المنيع، ولا تسمح للخبيث أن يفسد عقولهم. أيها الطفل يسوع، نصلي اليوم طالبين منك أن تمنح نعمة الأطفال لكل عائلة لم تنل هذه النعمة بعد وما زالت تطلبها منك بحرارة. أنت يا رب المستحيل، امنح الأبوة والأمومة لكل زوج وزوجة حرموا منها، وأنت يا سيدة العائلة المقدسة احمي عائلاتنا، باركي شبابنا، كوني دوماً الأم الحنون لنا جميعاً. يا سيدة العائلة المقدسة صلي لأجلنا. آمين. جلوس، فليتقدم الأباء والأمهات برفقة أطفالهم. إن لم تعودوا كالأطفال، صفحة 384. 384. إن لم تعودوا
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يديك لما في اسمه وتمجيدي ولمنفعتنا وللكنيسة المقدسة. لتحظى برضاك تقدمة الكنيسة المبتهجة يا رب، يا من شاءت إرادتك أن يقرب لك الإبن الوحيد حملاً لا عيب فيه ليحيى العالم بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. لك إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، فإن ابنك الوحيد قد قرب اليوم في الهيكل وأعلنه الروح هناك بفم سمعان مجداً للشعب ونوراً للأمم. لذلك نحن المسارعين إلى ملاقاة المخلص فرحين نسبحك مع الملائكة والقديسين على الدوام قائلين. Yeah.
حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر موتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اذكر يا رب كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، اجعلها تنمو في المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس والمدبر الرسول الأسقف بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وسائر الإكليروس. اذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع الموتى المؤمنين، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومار شربل، والرسل الأطهار، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلاً بعد جيل. فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعليمه الإلهي ننشر ونقول: نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأنك كنت وأنت
أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنح الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. بالمحبة والفرح تبادلوا سلام المسيح. يا حمد الله حامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمد الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمد الله الحامل خطايا العالم امنحنا السلام. هو ذا حمد الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت صفي، ولكن كل كلمة واحدة تتبع نفسي. لطفاً لتسهيل المناولة، المناولة من الوسط أو من الجانب اليمين أو الشمال، والرجوع من داخل الكنيسة. تعمل معروف فإذاً من هذيك الجهة ونرجع من هون، من هذيك الجهة نرجع من هون ومن داخل الكنيسة. Thank you.
شكرنا لسيادة المطران ويليام الشوملي على ترأسه لهذا الاحتفال. وبدي أشكر كل أب وأم اللي عماله بيشبك إيده بإيد أطفاله بيجيبهم لبيت ربنا. ما ننسى بلغتنا العربية لما واحد يجي له طفل أو واحدة يجيها طفل، بلغتنا إحنا الفلاحين منقول الله أطعمه، صح؟ الله أطعمك. فإذا قبل ما يكون هذا ابنك أو ابنك هو ابن الله، فقدم ما لقيصر لقيصر وما لله لله. بنحيي الجميع وكف حامل لجميع أطفالنا والعذرة تحميهم جميعا. لنصلي. يا سيد الأزمنة والدهور، يا من حققت رغبة سمعان الشيخ فلم يذق الموت قبل أن يعين المسيح ويحمله على ذراعيه، أتم بحق تناولنا الخبز الحي نعمتك علينا فنبلغ الحياة الأبدية. نحن الذين خرجوا للقاء المسيح الرب الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم ومع روحك أيضا. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.